my birthday. اليوم الفيديو راح يكون راح نفتح 17 هدية بمناسبة عيد ميلاد عنود ال 17. كتير متحمسة لحتى تشوف عنود أنا شو جبت لها، وكمان بحب أقول لعنود كل عام أنت بألف خير إن شاء الله العمر كله، بحبك كتير ويا رب تعجبك الهدايا. هتعجبني إنك فكرتي بس. حياتي، يا رب تعجبك الهدايا، ويلا هلا بلشي وافتح الهدايا اللي بدك إياها. 17 هدية. 17 هدية. أوكي هبلش من هون. عرين الزبدة هذيك الحلوة فلفت نظري. اوكي انا جبته بصراحه لانه عنده كثير بتحب الفضاء، بتعشق شيء اسمه فضاء واللي جواته برضه له علاقه بهاي الاشياء، فخلينا نشوف. يلا يلا افتحي افتحي. بسم الله بلش باول هديه. ايش هذا؟ استنى. هي بتكون عباره عن تحفه جايز، بتحطوها هيك جنب محل ما بتناموا على الكومودينا. يس او على المكتب. شكرا عفوا، كثير حلوه حياتي. مبروكه. اذا هيك اول حديه، كيف الباقي؟ فضاء، لانها كثير 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 بتحب الفضاء. انا بعشق شيء اسمه فضاء. يس اديلي بعد. هي هاي ثاني هديه. ازرق لونه، ازرق يا جايز. ايش هذا؟ ايش هون؟ ايش هون؟ نظاره. ما فتحت لازم تجيبي من جوا. انا ازرق. تذكري لما دخلنا على المحل قلتي لي بدي اياها، كثير حبيتها، وانا قلت لا 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 مش حلوه. اشتريتها واعطيتها اياها. والله انك انت عيب عليك، انا ما بنسى اي شيء. واو طالعه مع العيد ميلاد شيء خطير. ايش الثاني يا هاي؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ يا ترى شيء خميس. شوف 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 شو طلع معي. والله بكذب عليكم، عملت شو بدو اللي بدي من هاي الشنطة، ورحنا عند بلجيكا وماما مش موجودة، بس أنا شاريتها كنت. كيف؟ حبيتيها؟ شنطة سودة. أيوة بيو منو؟ هذا صندوق رح تفتحي هلا؟ هذا أعتقد أحلى صندوق بالحياة رح يكون عندك. أعتقد. وكمان هو فضاء، لاحظين؟ أي شيء بشوفه كنت فضاء كنت أجيبه. لعندك. نظبط النظارة. شو صار؟ أنا شفت إشي لأنه أخذ هيك ما سويت. نفتح الشبابي طيب. أكبر صندوق كان لي بالحياة. واو واو إيه كثير حلو. في مونس العشق. ياي عريس شو جايبني كل الكاندي؟ كاندي في الحياة كلها جبتها. كادبوري كمان. علكتي أكثر علكة بحبها. علكة البطيخ. في تي شيء ثاني. هيو هاي الشوكولاتة كمان بتحبها بالفراولة. أنا هاي بس بحبها. أنا هاي هاي منعت لي بس. كلها كاندي. كنت بفطر ببالك. فأنا بدي أشوف هاي. لفتت نظري. كرتونة في قلبها. علبة صغيرة يعني. أحلى. والله. مغلفيني منيحة. فتحناها. كتير كيوت. حبيتي ايش؟ لبستها على طول. بتلبق على فكرة الأوتفيت تاع اليوم. آه حبيت. الله هي حلوة بس عنود صارت أحلى. يا ربي كيف. شكرا. عفوا. يلا اللي بعده ورينا. طيب أنا أضبطه. هذا عليه هارت. يس. هذا شو هذا؟ كف علينا.
جراب عليه الشرك عليه قرش. انا بتحب الازرق فحبيت اجيب لها اياه بصراحه. جماعة ما بعرف حسيت كيوت كثير كيوت. هذه شيء صغير بس انا دائما بتفائل بالاشياء الصغيره. yes. لماذا؟ لماذا تكون احلى؟ يس yes. زي هاي الصوره. يس طول الوقت انا يس يس بوكله عليها كاندي. من كثر حبها للكاندي جبت لها بوكله على الشعر. انا بدي افتح هاي البيضه. شوف شوف قلبها كيوت. بوما مو لا ماك عليه برج الحمل. برج الحمل يس يس. كيف شافتها بوما؟ مش لابسه نظاره مش لابسه نظاره تاعت عيوني فشايفه كل شيء بالشقلوب. ما علينا حبتيك. ماك عليه برج الحمل وعنود برجها الحمل يعني عنود 17/4 فحمل على الاخر طبعا. اوكي هلا انا هذا نفسي اعرف هذا بس هو كرتونه كبيره واللي ببالي يا رب يطلع انه انا بحذر يا جماعه. انا يعني ابعث انا صح انت متذكر هذا اصلا هاي كل شيء بتنسى بالحياه غير الهدايا. شكرا شكرا. بوت 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 طيب ماشي ما حذرت على الاخر يعني هو بوت بس ايش الحين امي مش عارف دش اكثر مثل نايك بوت نايك. لا يلا افتحي. لا والله عظيم بتنزهي. يلا والله بتنزهي. حبيتيه؟ كثير كثير حلو. انا كثير حبيته بصراحه. لا هاي لضرو معانا سنسال كتير كيوت كتير كيوت. عارين كتير كيوت. انا هذا هضلي لابسه مش هشلحه من رقبتي ابدا. شوفوا ما احلى. افتح هاي الزهرية. بكره الهدايا بحب انا هاي الاشياء اللي هي ميك اب ياس بنفيت كثير بتحبه كبلاشر وكحمرة. وهاي المسكارا من اسنس عنود بتعشقها. وجبت لها كمان هذا اللون من الحمرة من فلور مار لانها بتحبه كثير. وجبت لها هذا وهذا كمان اي شادو على فكره. البلانر للشفايف هذا لبستك ياس. حتى لونه نيود. واو والله لون شوف الالوان قد ايه حلوه. كثير حلوه فيها تقريبا كل الالوان اللي عنود بتحبهم. ازرق اخضر زهري بنفسجي اللي بدك اياه. ازرق حلو حلوين. عجبوكي كثير. هاي بدي اشوف هاي. هاي لا لماذا؟ اوكي هاي لا لا خلص 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 والله العظيم تفتحي. يلا 1 2 3 شوف زهري حقيقي اللي فيها والله والله لا تبكي. حلو حبيبتي. ايفون ايفون 14 برو ماكس جايز. كون معاه كمان شفاف يس. يلا افتحي من غير بكي. تو بدي افتح من هون التوتر. واحده من تحت يس بالضبط. جبت لك اياه لون نهدي زي تبعك. زي تبعك زي تبعك ودي. يلا يلا شكرا شكرا كثير شكرا. عفوا يا رب يكون عجبك. كثير حلو عجبك. كلمة عجبتني قليلة. اوكي وقعت اللون. كمان جايبين لي معاه شاحن. يس راس شاحن لانه جواته بيكون بس السليك. السليك والراس. اوكي هلا بدي اشوف هاي. انا ضلت الوحيده من الظروف من الظروف. فانا ما انتبهت على هاي الظروف.
قلكم مش لابسه النظاره مش شايف. شايف. برده شي فضاءها اهم شيء. ياي جبت لها كفر عليه فضاء للايفون الجديد ال14 وجابت لها الكاميرا من ورا بتحط عليه استراس زي ما عارين عامله للعدسات. اوكي تقريبا ضايل اربع هدايا فخلينا نشوف. اوكي هلا هاي شوفوا عارين جايبتي لي كل علب لونهم ازرق فانا هدول كثير لافتين نظري. عطر بس من وين يا ترى؟ بلجيكا. انا بس فعلا بتضحك. ما بعرف مش برفان مبين مش متذكر بس منين. اوكي يعني اذا اثنين بس كنت تشلف. لا مش بالبر شمعة. نحن فانيلا اكثر عطر بتحبيه. هي هيك لونها سكني على اخضر بتحسوه. يس من جوا بيضة ولا غطاية لحتى امتى ما بدها تسكر. اخر كيسين يلا اصف. برضو قزر برضو قزرين. ما عاد سنة أجلت فيهم بالآخر عندك هيك بالكوبان نابي وصون افتحي بلاش ينكسر. لا ديك هاري بوتر. يا الله بنتك يا هاري. لا والله بتمزحي. مدالة عشان تحطيها على الشنطة وهذا تكسر لحتى تكتب عليه نوت. ما نسيت المدرسة برضو. لا حسيتي لا. ياي كان فيهم تاريخ يا حبيبي. الله صراحة أنا حبيتهم كثير حسيتهم مع بعض طلعوا كثير. هاي زرقاء أنا بعشق شيء اسمه. على فكرة صاروا 18 هدية لأنه هاي وحدة وهاي وحدة. صح. شوف الهدية الأخيرة والكيسة خلص معناته على سنة 18 كيف عجبها لها. أنا عندها 18 هدية طلعت. هلا أتذكر. بمزح. بمزح اسحب نزح. هاي أواعي. ملابس. يلا نشوف شو ألوان. كيافت. بس إيه والله بتمزحي. من ماضي. والله إنها كيوت. من ورا أحلى من قدام. يس. أزرق قلوب عليهم هذا اللي بيكون الأرنوب. أنا يا أرنب بصراحة أنا كثير بحب هذا الكرتون. حلو. كثير شكرا. عفوا. كثير غلبتي حالك. لا ولو خلصوا بس هدول من هدايا تخيلي بس 17 هدية. اوكي جايز هلا انا اطفي الشمع واقسم الكيكة فهسوها معكم فهتمنى امنية ولا شيء. اوكي قولي لنا شو تمنيتي. لا خلص فيي لو سمحتي. اوكي يلا قطعيها. بسم الله. اوكي قسمته كيوت. شوف كيف قسمتيها بس. اوكي تمام منيح. شوفوا ندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها تشيلك فيها فراولة. صحتين. اوكي جايز هاي هي الهدايا اللي انا جبتهم لعنود 17 هدية. اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو اكثر هدية حبيتوها. انتي شو اكثر هدية حبيتيها؟ حبيت التيشيرت. حبيت انه جابت لي تليفون حياتي وحبيت كثير الشنطة والكرتونة في قلب الكندي. يعني كلياتهم حياتي كلياتهم. كل واحدة يعني كل هدية كانت كثير حلوة ما في ولا واحدة مثلا كان ما بديها او لا كل واحدة فاجأتني كل واحدة كانت حلوة فالله يخليلي اياك يا حياتي. انت كمان
يا رب دائما دائما تكوني معي بكل عملات اللي بعملهم حياتي. يعني انت عادتي سكنتي بالشرجيته كان عملاتي ما كان كان حلو حياتك العام. شكرا لك كثير. شكرا كمان برضو على الكيك، الكيك كان كثير حلو حتى التزيين علينا عملته. شكرا كثير لك. عفوا. بس اوكي بس هيك بتمنى ان عجبكم هذا الفيديو، بتمنى انه حبيتوا عيد ميلاد عنود والهدايا اللي انا جبتها. اكتبوا لي تحت بالكومنتات اذا حبيتوا فستان عنود والتزيين والكيك والهدايا. بس هيك لهم نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب وتضغطوا على اسم اللي تحت حصلكم كل جديد. واذا بتحبوا تتابعونا على انستغرام تيك توك وبس هيك بحبكم كثير. سنه فيديوهات جديده بكاد جديده عقبات جديده. باي باي.